نتكلم عن الماتش. اتفضل. النهارده ايه ليه الاهلي النهارده ظهر بالشكل ده؟ لا هو النادي الاهلي مش يعني انت تيجي تبص على ماتش الداخليه تبص على الماتشات اللي قبل ما يطلع للماتش زي ده كده لعيبه النادي الاهلي يعني بتلعب ماتش تجاري يعني حتى ماتش المقاولين ماتش تجاري الناس يعني عمالين يقولوا ايه كان في حاجات عمال اسمعها كتير الاجهاد 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 اجهاد ايه هو في ماتشات مش هينفع فيها اجهاد في هو ماتشات انت ما كانش بيجي لك اجهاد وانت بتلعب كابتن حسن لو كنت بتلعبوا ضغط المباريات والله ديك على فكره والله كلمني فيها الاسبوع اللي فات وقلت لك ما ينفعش انا ابقى في الليفل ده وتقول لي اجهاد انت عارف قلت نقطه كريم عجبتني قوي في بدايه البرنامج قلت الاكل بتاع اللعيب انا بشوف لعيبه بتبقى سهرانه والله انت عارف يا كريم والله والله انت بتكسب الماتش بتروح تعمل استشفاء في جنة يعني تكسب تعمل الاستشفاء تنام بدري عشان تصحى تتمرن بدري تبقى مركز للماتش اللي بعده هتموت نفسك عندك منافس بيلعب في مكانك ممكن لو انت غفلت ثواني هيلعب مكانك طب كابتن حسن بالمناسبه وكابتن عبد الله معانا انا معايا اتنين مدربين اهم في الكره المصريه دلوقتي اللعيبه بتاعت دلوقتي بتعمل كده ما بتعملش كده خالص بتعمل ايه اللعيبه والنبي يعني والنبي قول لي هقول لك هقول حاجه بسيطه انا لما كنت بعدي على اللعيبه انا كنت ماسك مثلا في سموحه وبيراميدز فكنت بعدي الاقي برطمانات كده ما شاء الله كل واحد معاه اتنين تلاتة فاسالهم ايه ده يقول لي ده بتاع الاستشفاء ده بتاع البروتين ده بتاع عشان العضله بتاعتي ما تخسش حاجات جديده ده عشان كذا والله. فقلت لهم والله كده يا كريم والله قلت لهم يعني انتوا بتاخدوا كل الحاجات دي وبتلعبوا ربع ساعه نص ساعه في الماتش امال لو احنا كنا بناخد الحاجات دي احنا ما كانش على ايامنا الحاجات دي موجوده يعني انا ايه طب انت كده طمنتني بياخد بروتين بياخد كل حاجه طب انا اعرف لعيبه بتجيب في المعسكر ليله الماتش سندوتشات كبده و في في لا في لا في حاجات دي يعني في يقول لك هنطلع طالع مش عارف مين هنبعت نجيب اكل كده الاكل بيخش دليفري عادي صح كده طبعا طبعا لا انا بقول لك شوف يعني بياخدوا كميه عندهم الاستشفاء دلوقتي احسن التدريب احسن الجيم احسن كل حاجه موجوده دلوقتي التطور في كل حاجه موجود بس الموهبه قلة الحماس قلل المجهود قلل التركيز بتاع اللعيب قلل دلوقتي كل لعيب هو ماسك التليفون هو ده اهم شيء بالنسبه له هيحط الصوره ازاي أيوة. بعد الماتش هيحط الجون ازاي اهم حاجه الستوري على الانستجرام بيبقى عامله ازاي تبقى حلوه اهم حاجه تبقى وتاخد لايكس كتير والله العظيم الواحد قاعد محروق دمه والله كمان مره يعني انت عارف يعني انا متوقع حاجه زي كده بس مش متوقع النتيجه تبقى عاليه كده